التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، كما بحث عددا من ملفات التعاون الثنائي وقضايا المنطقة ودور مصر المحوري في محيطها الإقليمي والدولي المضطرب. تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين وجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان. اللقاء تناول أيضا تطورات المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. أعلن حزب مصر الحديثة دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسية الجمهورية، وذكر بيان الحزب أنه انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية ودعما من حزب مصر الحديثة للإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات، فإن حزب مصر الحديثة يعلن تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة ولتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري. أعلنت المجموعة العسكرية في الجابون تعيين الجنرال بريس أولجي نجما رئيسا لما أطلقوا عليه المرحلة الانتقالية. وقال متحدث عسكري إنه بعد اجتماع حضره جميع القادة ورؤساء الأركان تم اتخاذ قرار بالإجماع على تعيين الجنرال بريس أولجي نجما رئيسا لفترة انتقالية. استخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات المفروضة على مالي لعام آخر حتى 31 من شهر أغسطس عام 2024. جاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع الصين عن التصويت. وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن مشروع القرار كان ينص على تمديد نظام العقوبات الذي بدأ العمل به عام 2017 لمدة عام، كما حدث في مرات سابقة. ذكرت صحيفة كوميرسانت نقلا عن موقع إلكتروني لتتبع الرحلات الجوية أن أكثر من 40 رحلة تأخرت صباح اليوم في مطارين بالعاصمة الروسية موسكو دون إبداء مزيد من التفاصيل. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه سيرجي سوبنانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صباح اليوم طائرة مسيرة كانت تقترب من المدينة. أعلنت بيونج يانغ إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في إطار تدريب على ضربة نووية تكتيكية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن عملية الإطلاق جاءت ردا على المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن التدريب يحاكي ضربات الأرض المحروقة في مراكز القيادة الرئيسية والمطارات التشغيلية عبر الحدود في كوريا الجنوبية. ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر مطلعة في الهند والصين أنه من المرجح ألا يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين في الهند. وتوقعت المصادر أن يمثل رئيس الوزراء الصيني بلاده في القمة التي تعقد في نيودلهي يومي 9 و10 من سبتمبر. وكان ينظر إلى القمة باعتبارها توفر مكانا قد يلتقي فيه شين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد حضوره للقمة في ظل سعي القوتين العظميين إلى دفع علاقتهما صوب الاستقرار بعد أن توترت بسبب عدد من الملفات التجارية والجيوسياسية. لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في حريق بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. وأفاد جهاز الطوارئ في جنوب أفريقيا بأن الحريق اندلع في مبنى مكون من 5 طوابق في وسط المدينة، مضيفا أنه تمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إعصار داليا هو مثال آخر على تأثير أزمة المناخ، وموضحا الإجراءات التي يتخذها فريقه لتلبية الاحتياجات الفورية للولايات المتضررة من العاصفة. وفي تصريحات له قال بايدن أن الفيضانات التاريخية وحالات الجفاف الشديدة والحرارة الشديدة وحرائق الغابات الكبيرة تسببت في أضرار جسيمة لم تشهدها البلاد من قبل، وأضاف أنه تحدث مع حكام الولايات التي من المتوقع أن تؤثر عليها إعصار إيداليا، حيث سيتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح.